وحول اعتداءات القوات الأمنية على المهندسين المعتصمين في البصرة، ينضم إلينا المهندس أحمد عامر ممثل المهندسين بتنسيقية اعتصامات حملات الشهادات العليا عبر الهاتف من بغداد. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومرحبا. القوات الأمنية تعتقل العشرات من المهندسين المعتصمين قرب موقع شركة نفط البصرة، لو تطلعنا على سير الأحداث وكيف بدأت وإلى ما آلت إليه الأمور الآن. نعم، أولا بداية الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله على تغطية التظاهرات اللي تصير حاليا في مختلف محافظات العراق، وتغطية كافة أحداث اليوم اللي التطورات اللي تحدث، وبالخصوص تغطية أحداث الاعتداءات اللي تصير على المهندسين. طبعا معاك مهندس أحمد عامر الشمري، المنسق العام عن المركزي عن المهندسين في بغداد. اعتصامنا المركزي في بغداد، وعدنا اعتصامات يعني في كافة المحافظات موجودة حاليا أمام نقابات المهندسين وأمام الشركات النفطية. الناس اللي تم الاعتداء عليهم بطريقة وحشية جدا بالفترة الأخيرة هي مو أول مرة تحدث حاليا للأسف، حدثت يعني أكثر من 4 أو 5 مرات خلال هذا الشهر. تعرضت هذه الناس للإهانة وللقمع بصورة وحشية بالضرب بالهراوات والعصي الكهربائية. للأسف احنا اليوم نشوف الحكومة ما تتحرك ساكن، يعني المفروض الحكومة المركزية تشوف وتنظر بعين الاعتبار هذه الناس اللي موجودة، هي شهادات وكفاءات بإمكانها أن تبني البلد بصورة راقية جدا. الناس ما جاية البغداد، احنا بنحكي يعني حاليا مركزنا في بغداد، اخواننا المهندسين اللي في البصرة تم الاعتداء عليهم يعني ما ناويين ان يدخلون الى هذه الشركات يحرقوها او يخربوها بطريقة او باخرى، لا، هم داخلين حتى يشتغلون، حتى ممكن بامكانهم ان يبنون يعني هذا البلد بطريقتهم الخاصة اللي هي العمل بتلك الشركات، ومطالبين بابسط حق من حقوقهم اللي هو العيش العيش بحياة كريمة كما كفل الدستور بالمادة 5. نعم أستاذ أحمد، هنالك العديد من المهندسين الذين تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية خلال تظاهرات اليوم، هل تعرفتم على أوضاعهم وكيفية طريقة التعامل معهم من قبل القوات الأمنية؟ يعني صراحة الطريقة المشهد يمكن المشاهد اللي تصورت الجنابة هي مشاهد، هي جزء من المشاهد الوحشية اللي شفناها هنا في بغداد، وشفناها في واخواننا نقلونا الصوره اللي تحدث حاليا بالمحافظات. يتم قمعهم بطريقه، سحبهم بطريقه، وسحل البنات، يعني البنات احكي بطريقتنا انه دين سحلا بالشارع. يعني انا اليوم وين الغيره؟ وين الشهامه العراقيه؟ وين يعني ما اعرف، يعني انا شلون الطريقه اللي اوصلها اليوم للكاظمي للاعلام بيزيد بهذه الطريقه احكيها للاعلام يزيد، هو رجل طبعا رجل الاعلام كما يسمى رجل الفيسبوك اللي هو رجل اعلامي فقط لا اكثر ولا اقل، اليوم للإعلام يأثر به، للمشاهد اللي حاليا تبث على 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 قنوات على 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 الفضائيات ومواقع التواصل، متى يشوفونهم أي حل نهائيا؟ اليوم الكاظمي ده يشتغل بطريقة أنا أقل ما أعبر عنها أنها طريقة عشوائية جدا. الرجل اللي طلع من رحم المظاهرات اللي المفروض اليوم هو يعني ينقذ البلد ويحوله إلى أفضل صورة، لا، للأسف البلد يروح نحو الهاوية، والمسؤول عنها الأول والأخير هو رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي. طيب، للأسف يعني احنا دعوتم يوم غد الأربعاء إلى تظاهرة كبيرة في شارع أبو نواس، كيف أعدتم لهذه أو أعددتم لهذه التظاهرة وكيف وجدتم قبول المهندسين لها؟ للأسف الحكومة العراقية والقوات الأمنية اللي هي المفروض تحمي المواطن، اليوم هي بالموازنة خلال إعداد الموازنة شفنا أنه درجات الوظيفية أغلبها تروح للأحزاب وللكتل السياسية ولرؤساء الكتل السياسية، يعني تروح لهم بطريقة أنه مثلا مفتوخة عقودهم وغير مفتوخة عقودهم يعينون الناس اللي ما عندهم شهادات، مع احترامي لهم، لكن الناس مفتوخة عقودهم والناس المتخاذلين اللي تركوا جبهات القتال ب 2014 رجعوهم اليوم للخدمه حتى يضربون المهندسين اللي ناويين يصلحون من المنظومه الاداريه المتهالكه. الناس اللي موجودين عندنا احنا نوينا يعني ورتبنا وضعنا على انه نطلع مسيره موحده كبرى تضم معظم او اغلب التجمعات اللي موجوده في بغداد
ايد واحده مطالبين بحق واحد. طيب اللي مسيره هو واحده العيش بحياه كريمه من خلال التعيين. مسيره كبرى او مسيره واحده ستنطلق يوم غد كما اشرتم، لكن من اين ستبدا هذه المسيره واين ستنتهي او الى اين ستكون الوجهه وما هي المطالب التي سترفعونها في هذه المسيره او التظاهره؟ نعم، المسيره يوم غد ان شاء الله ستنطلق من فندق بابل. نعم. باتجاه البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء، اللي الناس اللي موجودين للمرة الثانية والثالثة أقول أنه الناس اللي موجودين مناوين يدخلون للمنطقة الخضراء حتى يحرقوها. الناس اللي موجودين هم كفاءات ومهندسين ناوين يصلحون من هذه المنظومة الفاسدة، رؤساء الكتل وغير رؤساء الكتل والفاسدين، جميع المؤسسات والوزارات اليوم يتخللها الفساد الإداري والمادي والاقتصادي من خلال من خلال من خلال من خلال الناس اللي موجودين بالمنطقة الخضراء. فإحنا ما ناوي نحرق، ناوي مطالبين بحقنا بالإصلاح. أنا أقولها للإصلاح اللي غاية بيها الإصلاح. نعم. اللي نعم. يعني أولا نعم إصلاح مو المنطقة الخضراء، يعني المنطقة الخضراء اليوم يعني شلون الطريقة اللي أعبر عنها أنه هي للأسف صايرة محط لل يعني ما أريد إصلاح واقع اللي هي ما ممكن إصلاح. نعم. واقع الحال في العراق. نعم، ممثل المهندسين في تنسيقية اعتصامات حملة الشهادات العليا الأستاذ أحمد عامر، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك.